مساء الخير، منورين. ويعني حاسه اني عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اولا وحشتوني قوي قوي قوي. اخر مره كنت في اسكندريه كان من 6 شهور تقريبا في الصيف او اكتر كمان، فمبسوطه قوي قوي ان انا موجوده النهارده. حقيقه الحفله الليله دي مميزه قوي بالنسبه لي، عشان في وجود شباب اوركسترا مكتبه اسكندريه اللي انا حقيقي اللي انا يعني فوجئت قد ايه يعني حجم موهبتهم الكبير وحبهم الحقيقي للموسيقى، وفخوره جدا ان يكون بغني وسطهم النهارده، وكمان بقياده المايسترو الرائع والجميل شادي عبد السلام. الحقيقي يعني كل الكلام اللي هو قاله والتوجيهات اللي سمعتها أثرت فيا وألهمتني أنا شخصيا، وبالتأكيد كل الموسيقيين اللي موجودين. كمان مبسوطة قوي إن فرقتي الموسيقية موجودة، سامر جورج على البيز جيتار، مصطفى سعيد على الكلارينت، وجورج نبيل على الكيبورد، مروان وحيد على الدرامز، وضيفتنا الجميلة اللي هي أصلاً مش ضيفة الجميلة ضحى الجرزاوي. وأخيراً وليس أخيراً وجودكم الحلو ده هو اللي يعني بيدي كل حاجة معناها، وبيخلينا احنا بنغني وبنعمل موسيقى عشان تيجي الفرصة كده كل شوية ان احنا نشوفكم. فمبسوطة قوي قوي بوجودكم النهاردة. فوزير وخلق كتير وكم أسرار
دول ملك ايديك. Thank you.
قلبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي مدام مشغول يا حبيبي مشغول يلي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يلي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي والكلمه الحلوه اللي في بالي تحرم لو غيرك قالها لي بحبها جدا للسيدة فيروز هي درامية شوية يعني النهاردة في ده وفي ده في الحاجات اللي هي المتفائلة وبتعبر عن الحب وكله وفي برضو الجزء اللي هو يعني الشجن ده مهم برضو دي عم بحكي لك قصة بشعة كتير وحلو كتير بس هيك بتصير عن حالي هيدي قصة معقولة كل يوم تصير وبتصير كتير واسمعها أرجوك كرمالي يمكن أنا مش هي البنت اللي مفكر فيه بشي إني رح فل رح تتندم علي يا سلام على حبك يا سلام يا سلام من هلا يا سلام ويا سلام على بكرة ما بينوض على حد ما
احكي لك قصة بشعة كتير وحلوة كتير، بس هيك بتصير عن حالي. هيدي قصة معقولة كل يوم تصير وبتصير كتير، واسمعها أرجوك كرمالي. يمكن أنا مش هي البنت اللي مفكر فيه، بس شي إني رح فل رح تتندم علي. يا سلام على بكرة، يا سلام يا خاصة اسمها يا نجمة ساكنة عتمتي. الأغنية مستوحية من قصة حياة فان جوخ الرسام ورسائل اللي كان بيتبادلها مع أخوه، اللي كانت بتبين قد إيه حياته كانت شاقة، وإن الشخص الوحيد اللي كان موجود له بيحس بيه جدا ومؤمن جدا بفنه هو أخوه. فالأغنية دي متاخدة من قصة دي وكلمات الشاعرة رنا جابر وألحاني أنا وسامر جورج. يا نجمة ساكنة عتمتي، نوري له ألف ليل، استعي جوا السكوت، دلي قلبه عالطريق. يا نجمة ساكنة عتمتي، نوري له ألف ليل، دلي روحه عالطريق، دلي روحه عالحياة. No one will ever know.
حد سمع قبل كده الأغنية التونسي اللي أنا بغنيها اسمها كيذيق بيك الدهر؟ بتقول إيه بقى للناس اللي أول مرة تسمعها؟ بتقول كيذيق بيك الدهر يا مزيانة، وتدور 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 ما تلقاش غيري أنا. يعني إيه بقى؟ أيوة هي بالضبط كده، تلف تلف وترجع بالبلد كده. بعتت لي كتير تقول لي هتغني ايه المنير وكده. جايه بس مش دي. الاغنيه اللي جايه انا بحبها جدا جدا، ويعني بشوفها من اكتر الاغاني اللي بتعبر عن حاله الحب الصادقه يعني الحقيقيه. كلمات الشاعر مجدي نجيب والحان وجيه عزيز، واسمها حاضر. تندى أقول حاضر مهما تغيب حاضر، شايفك بعيد حاضر وانت الحبيب حاضر. تندى أقول حاضر مهما تغيب حاضر، شايفك بعيد حاضر وانت الحبيب حاضر.
متعودة ان احلى الاصوات بسمعها هنا، صح ولا لا؟ لا انا عايز اسمع، انا مش سمع، انا عايز اسمع كويس، صح ولا ايه؟ ايوه كده شويه يعني. الاغنيه الجايه انتوا اكيد عارفينها ولازم تغنوا معايا. تذكر اخر مره شفتك سنتا، تذكر وقت اخر كلمه قلتها، وما عدت شفتك وهلا شفتك، كيفك انت ملا انت؟ تذكر اخر سهر سهرت عنا، تذكر كان في وحده مضايق منا، هيدي امي تعتل همي، منك انت ملا انت، كيفك انا عم بيقولوا صار عندك ولا يا غالي انشغل بالي، يا غالي تعب حالي، يا غالي يا غالي انشغل بالي، يا غالي تعب حالي، يا غالي ليش قلبك نساني؟
جفاني بزماني، ليش قلبك نساني جفاني بزماني يا غالي. يا غالي،
بعتلي سلام، قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. بعتلي سلام، قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني أقاسي نار حبك، أقاسي نار حبك. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطول عليا وخد الاتنين واسأل فيا. من أول يوم راح مني النور، اشتقت إليك وحشتني عليك، مش عارف أهرب فين منك. أنا لك على طول خليك ليا، خد خد الاتنين.
مع بعض شبابيك سرقت عمري من أحزاني سرقت لكن مجاني ولا حد شاف في مكاني ورا الشبابيك دي عيني شبابيك والدنيا كلها شبابيك غيرت ياما كتير ياما كتير أحوالي وأنا كنت عاشق عاشق وكان يحلالي أحب بس يكون حلالي ورا الشبابيك دي عينيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك أنا بعت الدموع طرحت جنيني في الربيع في الربيع الصبر أنا بعت الدموع الدموع
شبابيك 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 الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عينيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك دي عينيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك دي عينيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك. الأغنية الجاية من أغاني زياد رحباني بتقول إيه بقى؟ هي فيها يعني غضب كده، حد مش طايق يعني جايب اخره بقى من حد خالص، عكس عيد الحب خالص. بتقول ايه؟ روح خبر عني وقول شي معقول او روح على طول. بس يلا خلاص. رحلة إلى الحب
انا كده متعوده ان كل ما باجي اسكندريه لازم احاول اجيب معايا حاجه جديده. الاغنيه الجايه هي اول اغنيه اول مره تتغنى لايف، وحبيت قوي ان انا اغنيها لكم النهارده من اغانيها الخاصه. والاغنيه هي من السودان ومن اهل النوبه اصلا، يعني بتتكلم كانها كده حوار بيحصل بين ام وابنها، وبتمنى تعجبكم. يا للي يا للي
يعني مش ممكن نجرب كده، هي ما كانتش في البرنامج بس مش يعني ما اقدرش. مفاجأة مش كده؟ طب هتغنوا معايا ولا ايه؟ ماشي لو كده اوكي خلاص. هو بس الفرقة بتتشاور يعني دلوقتي، في مشاورات ومباحثات عشان نجهز الأغنية. في هوي الليل ولا جيتك ما عارف جيتني ولا جيتك. الليل ولا جيتك ما عارف يعني الأغنية جاية هي آخر أغنية للادي، بس عايزة أقول إن أنا مبسوطة جداً 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 إن أنا كنت معاكم النهاردة، مفيش أحلى من كده بجد. ودايماً بقول إن حفلات اسكندرية بتدينا كده طاقة عشان نكمل لقدام لحد ما نجيلكوا تاني، فأنا مبسوطة قوي قوي بوجودي معاكم.
طبعا زي ما انتم سمعتوا الموسيقى العظيمه الجميله اللي انتم سمعتوها دي من شباب مكتبه اسكندريه، اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه. فخوره جدا جدا يكون بغني وسطهم. وبقياده المايسترو شادي عبد السلام. طبعا عايزه اشكر فرقتي الموسيقيه، سامر جورج على البيس جيتار، مصطفى سعيد على الكلارنت، جورج نبيل على الكيبورد، مروان وحيد على الدرامز، ضحى الجرزاوي على البركاشن. شكرا مكتبه اسكندريه انها دايما بتتيح كده الفرصه لينا ان احنا نتقابل. شكرا لكل القائمين، مهندسين الصوت منير وجيه وريمون ادري، شكرا لمهندس الاضاءه محمد شاهين، وشكرا طبعا باسل هشام ستيج مانجر ونيفين قناوي، ناس كتير قوي قوي عايزه اشكرهم الليله دي. وطبعا الشكر الاول والاخير دايما بيرجع لكم انتوا على وجودكم الحلو ده وحضوركم اللي مفيش زيه. الأغنية الجاية هي أغنية بتاعتي هتنزل الشهر ده إن شاء الله، اسمها إعجاز، من كلمات الشاعرة ندى الشبراوي ومن ألحاني أنا وسامر جوج. وهي بتتكلم عن الصدف الحلوة، زي وسط ناس كتير قوي ملايين الناس بنقابل شخص ونقول إيه هو ده الشخص، مفروض إنها حاجة لذيذة وحلوة جدا. فبتمنى تعجبكم. من وسطو
وشوشه قلوب ملايين. شكرا جدا لكم. مايسترو شادي عبد السلام، أوركسترا شباب اسكندرية، شكرا جدا لكم.